بسم الله الرحمن الرحيم. سادة الأمين العام السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، السيدات والسادة الحضور، لا أعتقد أننا في منصة خطابية بقدر أن نحرص على التأكيد عدة مضامين هامة قبل انعقاد هذا المؤتمر العام. الأمر الأول، أنقل إليكم اعتذار معالي الوزيرة الدكتورة سحر نصر عن عدم حضورها للجلسة الافتتاحية، والتي وعدت أن تشارك في أعمال باقي أعمال المؤتمر بإذن الله، ما تلحق ربما بأحد الجلسات الثلاث التي سوف نشارك فيها جميعا. الأمر الآخر، أن هذا المؤتمر هو الميلاد الأول لأول نشاط ثقافي للاتحاد العربي للتحكيم، وأنا أقول دائما أن مخاض ميلاد هذا الاتحاد كان صعبا وعسيرا، لكنه تم بحمد الله. ما هو قادم من مهام ومأموريات هي من وجهة نظري هو الجهاد الأكبر في مجال التحكيم العربي، الذي تحملنا مسؤولية انعقاده لهذه المؤسسة والتي تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية، من أجل أن نؤكد عدة قواعد أساسية. لماذا نبدأ اليوم بمؤتمر متعلق بعنوان المنازعات أو دور التحكيم في المنازعات المصرفية وغير المصرفية؟ لأننا نريد أن نساهم في صناعة الثقافة التحكيمية العربية، وأقول واستخدم لفظ الصناعة وأنا أقصده، فأن ثقافة التحكيم تحتاج إلى صناعة خاصة بالذوق العربي والثقافة العربية والأداء العربي والاقتصاد العربي والطبيعة العربية، التي تحتاج إلى أن نزرع أو نصنع مثل هذه الثقافة فيها، وهو دور في غاية الأهمية، يحتاج إلى أن نمد أواصر التواصل مع كل مراكز التحكيم العالمية وأيضا مراكز العمل والمال العالمية، من أجل أن نضع أمام المواطن العربي والمستثمر العربي والصانع العربي والتاجر العربي المأمورية الرئيسية في أن تكون ثقافته للتحكيم ثقافة تلقائية غير قابلة للانتزاع. الصناعة الأخرى التي نعني بأن نؤكدها في هذا الاتحاد هي صناعة الثقة في أن نقدم مؤسسة محترمة يمكن أن يثق فيها كل المستثمرين، لأنه إن لم تكن هناك هذه الثقة وإن لم نصنع هذه الثقة لدى كل العاملين في مجال الاقتصاد العربي، فلن يقدم أحد للتعامل معنا، ولا لن يقدم أي أو لن يضيف جديدا للاقتصاد العربي والاستثمار العربي ومشكلاته التي تعتمد أساسا في ثقة المستثمر وثقة الصانع وثقة التاجر في أمانة ونزاهة التحكيم الذي نقدمه. فلا بد أن يكون العنوان الرئيسي لنا كيف نصنع هذه النزاهة وكيف نؤكد هذه النزاهة وكيف نرسخ هذا الاستقلال وكيف نعزز هذه القيمة، من أجل أن يكون هذا المركز أو يكون هذا الاتحاد العربي للتحكيم نواة حقيقية لتحكيم عربي حقيقي، محل ثقة ليس فقط للمستثمرين العرب وإنما محل ثقة بباقي الاستثمارات العالمية التي يمكن أن تتعامل معنا. لذلك أنا لا أريد أن أطيل على حضرتك، أرحب بحضوركم جميعا وأرحب أيضا بالمحاضرين والمشاركين في المناقشات، وأتمنى لهذا العمل بإذن الله أو لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.